لعيب الطرف. الناقد الرياضي الاستاذ احمد عصام ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام. في خبر في المسا كده تمام، كاتبين ايه؟ كاتبين ان فايلر يدفع بصبحي وكهرباء وبادجي والشحات واجي. انا حاولت وانا على الهوا ان انا اظبطها يعني، حاولت. بس انت تتوقع ممكن الخمسه يلعبوا في مباراه زي دي في وقت واحد ازاي؟ او ممكن يكون في وجهه نظر فنيه تقدر تنفذ كده يعني؟ هو مبدئيا رمضان صبحي لسه شويه على ما هيرجع يعني، ما افتكرش ان مستر فايلر هيغامر بيه في مباراه زي دي. هو لسه راجع التدريب الجماعي وما دخلش في الفورمه يعني، قدامه وقت على ما يبدا. الباقي بقى انا شايف ان هو ممكن الباقي يكون موجود، لكن افضل ان يكون فيهم حد ورقه رابحه على الدكه. انت عارف احنا بالنسبه لنا الماتش يعني انت محتاج تكون اكتر ما يجيش فيك اجوال. خلينا نفترض ان رمضان صبحي بقى له ماتشين ثلاثه بيلعب مثلا ازاي الخمسه ممكن يلعبوا؟ ينفع يا ولا ما ينفعش؟ يمكن لا طبعا ما ينفع. انت كده كده انت مش رايح، احنا مش عايزين نكسب يعني. احنا لا، واحنا عايزين نكسب بس اكيد في مباراه بره ملعبك مش هتلعب بكل دول. عايزني انا العب بالخمسه دول؟ حاول كده تحطهم كده في ال 11. انا حاولت والله بس ما عرفتش. هنلعب بقى زي زمان 4-2-4، نلعب باتنين باربع فراوده وتحتيهم هخلي مثلا كهربا وجنبه بادجي وجنبه اجاييه والناحيه الثانيه رمضان وتحتيهم حسين الشحات والعب بديفندر واحد ونروح بقى نكسر الدنيا. طيب رايك في شايف المباراه دي ازاي؟ وطبعا اهميتها معروفه للجميع، اللي يكسب باذن الله يتاهل لدور الثمانيه وده هدف اساسي بالنسبه للنادي الاهلي. مطلوب ايه من النادي الاهلي قبل المباراه مهمه زي دي؟ رقم واحد ما يجيش فيك اجوال طبعا. ما يجيش فيك اجوال دي معروفه، مش مهم ان انت تسجل قد ما مهم ان انت تخرج بكلين شيت في ماتش زي ده. احنا عارفين طبعا ان الموضوع لو حصل تساوي هيخلص بالمواجهات المباشره. فلو لا قدر الله الاهلي خسر حتى 1-0 فكده هيبقى 12 نقطه الهلال. لا مالهاش علاقه خلاص، موضوع الاهداف مالهاش علاقه، لان انت دلوقتي 10 والهلال 9. لو الهلال كسب هيعدي خلاص، ما هو 12 انت 10. ايوه مالهاش علاقه، احنا بنحسب على حاجه ثانيه. الكلام ده لو كان الاهلي كسب لو كان البلاتينيوم او والهلال اتعادل مباراه والكلام من ده، لو كانوا متعادلين في النقط دلوقتي يعني، فاهم؟ لا هو اهم حاجه ان هو ما يجيش في جوال زي ما قلنا. الماتش هيكون صعب. صعوبه الماتش مش من الهلال كفرقه اكتر من الهلال كملعب وكجمهور وكدوافع، ان هم بيلعبوا نادي القرن طبعا. هم كمان على اعتاب الخروج من البطوله، موقفهم اصعب من النادي الاهلي في الماتش ده. فلازم ان انت مبدئيا حتى معنويا هم هيقعوا لما الاهلي يفضل محافظ على شباكه نظيفه لاطول فتره ممكنه. وبعد كده بقى المرتدات، انا شايف ان الموضوع يبقى سهل لو لعبت مرتدات او لعبت كورتك الطبيعيه اللي بتلعبها هنا في الدوري. مش عارف ليه مش قادرين نطبقها في افريقيا لحد دلوقتي، في مشاكل كتير. اتمنى ان المباراه دي تكون تضيف لمستر فايلر، لسه الراجل جديد على الاجواء سواء في مصر او في افريقيا، وخبراته واحده واحده بتزيد. ماتش زي دوت في فاصل بالنسبه للتاهل في ملعب صعب وسط جماهير بتحب الكوره وعندها شغف وعندها دوافع هي كمان ان هي تشوف فرقتها مكمله في البطوله، اعتقد ده كل ده هيضيف للنادي الاهلي في الادوار اللي جايه بقى ان شاء الله الاصعب بكتير جدا. شايفين المجموعات كلها في كوارث يعني في دور الثمانيه، فاتمنى ان الماتش دوت يكون اضافه للجهاز الفني يزيد خبراته عشان نكون احسن في دور الثمانيه ان شاء الله. بس مستر فيلر ماشي بشكل جيد جدا في بطوله الدوري، في المقابل دوري ابطال افريقيا البعض بيشوف ان مش ده النادي الاهلي، بتشوف الاسباب ايه؟ زي ما قلت لك خبره فايلر لسه يعني لحد ما هو محتاج وقت على ما يدرس الاجواء يعرف يعني. مثلا ماتش النجم لو هناخده كمثال تمام، الراجل بيلعب بره ملعبه، بيلعب فرقه كبيره، بيلعب جماهير صعبه برضو يعني، ماتشاتنا هناك بتبقى صعبه جدا. الراجل لعب كوره كانه بيلعب فرقه صغيره، ماسك كوره طول الماتش، فاتح الملعب، بيلعب كوره على الارض حتى بعد المشاكل اللي حصلت، الطرد والتاخر في النتيجه. المباراه الاولى انا بتكلم عن النجم، انا جايب ماتش النجم كمثال مثلا، اللي هو المباراه الاولى هناك في تونس. جيت انت في اخر الماتش الموضوع زنق، بتلعب ناقص بقالك فتره طويله، داخل فيك جول محتاج تتعادل،
كان برضو مصر على اللعب على الارض، مصر على مسك الكوره، ما شفناش كور طويله، ما شفناش اي حاجه بتعمل خلخله لدفاعات النجم. هو معتقد ان هو بكورته دي هيقدر ان هو يوصل، لكن لا، الماتش كان صعب، الماتش كان محتاج حلول غير متوقعه زي الكور الطويله، الكور العرضيه كتير. كل ده ما حصلش. اعتقد ده يعني دي تعليمات مدرب، يعني اللعيبه مش هتكون بتنفذ ده من دماغها، فهو محتاج يكون عارف ان انت هيجي عليك وقت محتاج تطفش الكوره طبيعي، هيجي عليك وقت محتاج تعمل خناقه تبوظ الماتش تهديه. طب ليه ما يكونش بيحاول ينفذ اسلوب لعب يعني يحفظه اللاعبين يقدروا يشتغلوا عليه خلال الفترات اللي جايه كلها مثلا؟ لو بنتكلم بدايه من مباراه النجم اللي كانت هناك يعني. انت لو جيت لاعظم ماتش للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الجول اللي جابه ابو تريكه لو تفتكر، طبعا جول ازاي ما رحناش على الارض ولعبنا بقى الكره بتاعتنا، مع ان الكره الفرقه كانت بتلعب كره حلوه، كره طويله ردت راح ابو تريكه حاططها. انت في اوقات بتبقى بالك محتاج للكلام ده. لعب كره طويله كان في الدقيقه 92 تقريبا ساعتها، احنا ما عملناش، احنا حتى احنا الماتش صفر والكره في نص الملعب مع اللعيبه كانت معاه بالسوليه تقريبا. انت قصدك يعني في اخر المباراه تحاول تجازف مثلا؟ انت في اخر مثلا 10 دقائق، اخر 5 دقائق، انت محتاج تكون بتلعب بالطريقه دي. انا شايف ان ده قله خبره لسه، الراجل لسه داخل منطقه جديده جدا عليه، ما يعرفش عنها حاجه. هو عنده فكر بيحاول يطبقه، هو عنده حلول، هو عنده شغل بيعمله واضح جدا. انت دلوقتي بتتكلم في عناصر كتير جدا بتشارك الموسم ده، شفنا في لما جينا موضوع الاستبدال لما اتفتح في الاتحاد الافريقي فتحه، انت كان عندك مشكله كل لعيبتك شاركت. بالظبط، فالراجل تقدر تبدل، بيدور اللعيبه وبيلعب كره على الارض وبيلعب كره هجوميه. بنشوف مثلا الدوري كمثال، انت بتكسب 3 و4 و5 دلوقتي، الكلام ده كان بقاله فتره مش بيحصل، رغم ان الاهلي برده كان بيمتلك عناصر كويسه. انا شايف ان هو محتاج بس يتقل شويه في حته ان هو يلعب بره ازاي، ياخد من الماتش ايه. انت مش دايما هتروح هتلعب الفرق بطريقه لعبك، ومش دايما هتفرض اسلوبك، في حاجات كتير بتكون خارجه عن ارادتك، زي ماتش النجم بقول لك ده كمثال. انت في اول الماتش انت كسب فرقه وموديها النهائي ما راحوش من 2010. انت لا، اللقطه دي يا جماعه دي حاجه مش سهله خالص. الراجل ده كان ممكن مسيرته تنتهي بعد ما راح اندرلخت. المدرب هناك قال تريزيجيه عنده صعوبه في التواصل مع اللعيبه، عنده صعوبه في تواصل معايا، عنده مشاكل في اللغه. هو لا، هو كمل، نزل شويه لتحت، راح مسكرون ولعب وقدر ان هو يثبت نفسه. كان في مشروع في تركيا اسمه قاسم باشا، والناس تألق هناك. الناس حطوا ثقتهم فيه وجابوه، وبالفعل تألق، وكان احد اهم نجوم الدوري التركي في الموسمين اللي لعبهم هناك. ودلوقتي بقى بنشوف تريزيجيه بيلعب في انجلترا، دوري يعني هقول اهم دوري في العالم طبعا، فرقه من اعرق الفرق في اوروبا. الجماهير بتشيلك على اعناقها، يعني حاجه بصراحه يعني منتهى الفخر والسعاده. يعني الواحد انا بتفرج على تريزيجيه بصراحه، بعيدا بقى عن الشغل او حب الكوره، حاسه مثلا اخويا الصغير تفرح بيه، الواحد بيفرح بيه في الحقيقه. طبعا يعني الراجل ده يعني تعب، وان شاء الله لسه قدامه كتير. يعني الاصرار اهم سمات تريزيجيه في الحقيقه. بالظبط، حتى الموسم ده يعني احنا انا يعني رجعت شويه كده لورا في مسيره تريزيجيه. انت الموسم ده لو هنيجي نتكلم بقى على تريزيجيه، متابعين معاه، كان معانا في ندوه في اليوم السابع قبل ما يروح استون فيلا، كان بيتكلم على انه مبسوط طبعا، وان الخطوه دي هتضيف له كده. بعد ما راح بقى واجهه شويه مشاكل، المدرب كان بيلعبه في مكان مش بتاعه. كان بيلعب جناح يمين. اول موسم فعلا في اول الموسم كان بيلعب ناحيه اليمين، وكان ما كانتش ماشيه معاه، وكان الموضوع صعب، والبدايه كانت صعبه. بعد كده ابتدى واحده واحده يدخل في المود. النهارده هو بيسجل هدفه الثالث في الموسم، والثلاثه جم قدام مين؟ جاب في ليفربول، وجاب في تشيلسي، والنهارده في استون فيلا. يعني حاجه محترمه جدا. نتمنى بقى ان هو ينهي الموسم استون فيلا ما يهبطش، ويجي له عرض يعني يطلع خطوه احسن شويه، او يكون اساسي بقى يكمل. استون فيلا فرقه على فكره بتقدم كره كويسه السنه دي، عندهم عناصر كويسه. جريليش مثلا ده هو واحد اهم من اهم لعيبه الدوري السنه دي. خد فتره كبيره جدا متالق. عندهم مينجز المدافع اللي انضم لمنتخب انجلترا دلوقتي. بس عندهم اصابات برضه، عندهم هيتون طبعا حارس المرمى للاسف، هيتون ويسلي خلاص بقى الموسم بتاعهم خلص. نتمنى بقى يكون من دلوقتي، من اول فبراير اهو ان شاء الله جاي، او اخر يناير لحد نهايه الموسم، يكون الفتره دي بقى فتره تريزيجيه. بعد ما الدور الاول
احنا كنا اتفاجئنا ان تريزيجيه جاي من الدوري التركي بيلعب اساسي على طول. لعب اول ماتش توتنهام وكان لعب كويس على فكره. لعب كويس بس برضه ما يعني في مكان مش مديله مساحه يبين امكانياته وقدراته. نتمنى بقى ان النص الثاني من الموسم بقى نشوف تريزيجيه نجم استون فيلا ويخلص الموسم في مكان كبير في الدوري ويصير بقى على خطى محمد صلاح يعني ونشوفه نجم من نجوم الدوري ان شاء الله. اكيد نتمنى ان شاء الله. لكن في المقابل ايضا اللي صنع الهدف ده لتريزيجيه احنا مش عايزين ننسى هو احمد محمدي، هو مصري برضه يعني لعيب كويس. انا فرحتي بتريزيجيه بس يعني محمدي اسيست كويس. وفي المقابل يعني امبارح او النهارده في تصريحات للجهاز الفني لمنتخب مصر ان الفرصه متاحه للجميع بما فيهم احمد المحمدي لو فضل بيتالق كده ممكن نضمه للمنتخب، رايك ايه؟ طبعا منتخب مصر ده مفتوح لاي حد زي ما قال الجهاز الفني النهارده. زمايلنا في اليوم السابع تواصلوا معاهم بعد تالق المحمدي، يعني طبيعي ان باب المنتخب يكون مفتوح للجميع. المشاكل بقى مع الجماهير والمشاكل الفنيه والدروبات اللي بتحصل للعيبه سواء مستوى عالي او واطي ده طبيعي، يعني انت في ممكن في مشوار تصفيات مثلا زي كاس العالم اللي بتاخد سنتين او ثلاثه او تصفيات كاس امم افريقيا مثلا انت ممكن تشارك ب 100 لعيب يعني، فطبيعي ان المنتخب بابه يكون مفتوح للجميع ونتمنى اللعيبه الكويسه كلها تكون موجوده بصرف النظر بقى عن اي مشاكل او اي ازمات. طب ما ورده مثلا بيتالق في اليونان بيحرز اهداف وبيصنع اهداف وماشي كويس، هل تتوقع عوده ورده للمنتخب ولا الامور صعبه؟ اتوقع جدا يعني ورده جد. لسه لعيب صغير يعني ووارد اي حد يغلط ويعني ورده يعني ما عادي يعني ما ممكن يرجع المنتخب يعني كانت مشكله ما انا بصراحه يعني ما اقدرش احكم عليها ما كنتش قاعد معاه وهو بيعمل كده او قاعد مع الطرف الثاني وهو بيستقبل الكلام ده. الخلاف الازمه عباره عن ايه؟ لكن كمشكله حدثت اننا اتكلمنا عن محمدي يعني لا لا وارد طبعا اي حد ممكن يلعب في المنتخب طبعا والجهاز الفني يهمه بالدرجه الاولى ان هو يحقق نتائج ويسعد الشعب دوت وعندنا بقى عندنا بلاوي زرقاء جايه في الطريق، عندنا تصفيات افريقيا وعندنا بطوله افريقيا هتتلعب وعندنا تصفيات كاس العالم وان شاء الله نتاهل كاس العالم، فالجدول زحمه جدا وحتى البطولات نفسها اللي بنشارك فيها بنشوف هنا عندنا في الدوري المحلي الانديه بتلعب دوري وبتلعب كاس وبتلعب افريقيا وبتلعب بطوله عربيه، بنشوف في اوروبا مثلا لعيبتنا اللي في انجلترا بيلعبوا بطولتين كاس وبيلعبوا دوري وبيلعبوا في اوروبا برضو ليفربول مثلا وهنتكلم على صلاح بيلعب كاس عالم للانديه وعنده برضو في 2021 هيتلعب في الصيف فتقريبا الموسم بتاعه هيلحم مع بعضه فطبعا لازم تستفيد من كل العناصر اللي عندك وبره الملعب دي بقى حاجه ترجع للعيبه وفي بقى يعني عقوبات انضباطيه اتمنى ان هي تطبق وغير كده بقى وهنتكلم على كوره او مشاركات ما نتاثرش يعني بالكلام ده. بما اننا اتكلمنا عن المحترفين هل تتوقع ان ليفربول خلاص كده حسم بطوله الدوري خصوصا ان هم عندهم مباراه مصيريه او مش عايز اقول مصيريه مباراه حاسمه لو كسبوا النهارده ويست هام مباراه مؤجله يبقى فرق 19 نقطه مع مانشستر سيتي فالمسافه تبقى بعيده جدا، تتوقع ان هو خلاص الدوري اتحسم ولا لسه؟ هي بقى لو حرب عالميه بس هو ليفربول هيسيب الدوري لكن الموضوع خلص لا طبعا خلصان ده خلصان من زمان يعني انت من سنه 90 بتتكلم في فرقه ما خدتش دوري فرقه كبيره واخده الدوري 18 مره وعريقه جدا وصعب ان هي تقعد كل الفتره دي بدون دوري. الموسم اللي فات الحظ يعني كان مع نادهم بطريقه غريبه جدا وكانوا بيلعبوا برده فرقه جباره السيتي بتاع جوارديولا ده حاجه كانت وهميه السنه اللي فاتت، السنه دي اعتقد مفيش مشاكل وحتى هم لو في مفاضله بين الدوري ودوري الابطال هم عايزين دوري طبعا مفيش يعني كلام الموسم ده ان شاء الله بنثبت مش هيتاثروا بغياب ماني الاصابه اللي جات له الماتش اللي فات خلاص احنا لو تفتكر السنه اللي فاتت كان في يعني مش السنه اللي فاتت اخر كام سنه مع كلوب كنا بنتكلم دايما على ان ليفربول عنده مشكله على الدكه لا السنه دي الموضوع ده مش موجود عوده تشامبرلين فرقت اتفرج على شهر 11 و12 في 12 بالذات في عز الزحمه بتاعه الاجنده هناك في انجلترا انت اللي مخلص لك معظم الماتشات مين اوريجي تشامبرلين شاكيري عنده دلوقتي قدر انت دلوقتي ما تقدرش تقول مين الثلاثه اللي هيلعبوا في نص ملعب ليفربول فعلا وما بتحسش حتى لما غفى بينه اهم اللاعبين يعني برده ما تاثرش بالظبط انت ما بتحسش خالص دلوقتي بغياب اي حد الفرقه لا مستواها هي احسن فرقه في العالم دلوقتي والدوري احسن فرقه في العالم طبعا كل الناس عندها مشاكل الا هم يعني ما شاء الله عليك فالدوري دي يعني حاجه منتهيه حتى لو هم هيفرطوا فيه الجماهير اللي هناك دي مش
مش هينفع تفرط في البطوله السنه دي يعني. طيب بالعوده للملفات المحليه تحديدا، الكلام كل يوم متكرر عن الفار، البعض يقول لك هيطبق في الدور الثاني، والبعض يقول لك بدايه شهر او منتصف شهر مارس بدايه الموسم الجديد. توقعك ايه او معلوماتك ايه بخصوص الملف ده؟ والله انا اخر حاجه عرفتها ان في كلام ان هو هيتاجل تاني، يعني هيتاجل رغم التاكيدات اللي جايه من جوه اللجنه الخماسيه. في كلام ان هو لسه الموضوع مش جاهز قوي دلوقتي، ف يعني نتمنى ننتهي من الملف ده سريعا. عارف ان عندنا مشاكل كتيره مع التحكيم، ووجود استوديوهات تحليليه بتفصص كل حاجه، والحكم للاسف بيبقى في الملعب موقفه صعب جدا، بياخد القرار في جزء من الثانيه. نتمنى نشوف الفار سواء في الدوري المحلي او في بطولات افريقيا بقى، لان الموضوع ما بقاش ترفيه دلوقتي، بقى عنصر اساسي من عناصر الكوره. ونتمنى بقى نلحق بركب المتقدمين يعني، ويكون عندنا الفار. يا مسهل، لكن انت تتوقع ان يبقى مع بدايه الموسم؟ صعب دلوقتي، ليه تجهيزات الدور الثاني وفلوس كتير، ومحتاجه بقى تظبيط واعداد، حتى لو في ضغط في عدد ساعات التدريب بالنسبه للحكام وكلام من ده، اصرار من اللجنه الخماسيه تطبيق التقنيه. ما هو اصل انت مش الفكره، مش ان انا هقول يا جماعه انا عندي فار اهو يلا نلعب فهوب ارجع شوف اللقطه، لا انت تدريب للحكام، كيفيه التعامل مع التقنيه. طبعا ما هو انا مش معقول هيبقى عندي بقى فار وهنيجي برضو نقعد نتكلم نقول اصل الكوره دي مش مظبوطه، اصل الكوره دي فيها شك، اصل الجول ده مش عارف ايه. فلازم لما هناخد القرار والفار هيكون موجود يبقى الموضوع منتهي يعني، ما نرجعش فيه. فاتمنى ان هو يكون من بدايه الموسم يعني. بتشوف بطولة الدوري السنة دي ازاي في ظل المنافسة اللي موجودة، حتى لو المنافسة مش قوية جدا على القمة، لكن في منتصف الدوري وقاع الدوري في او الجدول في منافسة قوية جدا، رأيك ايه في البطولة السنة دي؟ لا البطولة السنة دي يعني ما شاء الله النادي الأهلي يعني بيلعب في حتة تانية لوحده خالص. شايف ان البطولة كبطولة بشكل عام مستواها جيد. بنشوف دلوقتي فرق صغيرة بتعمل نتائج كويسة جدا. يعني الناس اللي بتتكلم على ضعف المنافسة وان الأهلي بيكسب عشان المنافسة ضعيفة والكلام ده، لا مش حقيقي خالص. شفنا امبارح مثلا وادي دجلة عامل مباراة كبيرة جدا قدام نادي الزمالك وقدر ان هو يخرج بنقطة. بنشوف نادي المقاولين مثلا السنة دي بيعمل مستوى عالي جدا، نادي الاتحاد السكندري. فلا البطولة كويسة جدا، لكن الفرق ان الاهلي عارف يتعامل مع الموضوع. فايلر شكله كان مذاكر جوه كويس قوي، لكن بره لسه يعني الموضوع صعب عليه. هو ده اللي عامل الفرق بين الاهلي محليا وافريقيا. رغم ان الاهلي برضو لو هنتكلم على الفريق في شويه مشاكل، في شويه حاجات عايزه تتظبط. اعتقد ان ده مع الوقت بقى وفي الصيف اللي جاي تكون افضل ان شاء الله. استاذ احمد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا. استاذ احمد عصام الناقد الرياضي كان ضيفنا العزيزه في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره حلقه الخميس، حلقه غايه في الاهميه واخبار جديده عن النادي الاهلي، استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.